يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التبول قائما، وهل هناك فرق في هذا الأمر بين إذا كان في الفضاء أو إذا كان التبول قائما لحاجة فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. إذا كان المكان ما يناسب تجلس فيه لأنه وسخ أو فيه تلويث أو أنك ما تقدر على الجلوس من رجلك توجعك رجليك، لا بأس تبول أنت، لكن تحفظ من رشاش البول. نعم، فيجوز البول قائما عند الحاجة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.